أنا بصاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. أنا بسعادة السيد هشام بن محمد الجودر، وزير شؤون الشباب والرياضة، لافتتاح فعاليات مدينة الشباب 2030 في نسختها السابعة، والتي تنظمها وزارة شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي تمكين. وبهذه المناسبة أكد سموه على حرص المجلس الأعلى للشباب والرياضة على تنفيذ توجيهات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله لتدريب الشباب البحريني وتأهيلهم للانخراط بسوق العمل المحلي الذي يتطلب تزويد الشباب بمهارات كبيرة واحترافية، مشيرا إلى أن مدينة شباب 2030 تؤكد على التوجه القائم في المملكة من أجل تدريب الشباب البحريني والتعاون الوثيق مع جميع القطاعات، وذلك من أجل التهيئة المناسبة أمام الشباب للدخول في سوق العمل بكل ثقة وقوة. وأكد سموه بأن مدينة الشباب ومنذ انطلاقتها ساهمت في إزالة العديد من الحواجز أمام الشباب وأعطائهم القدرة والكفاءة العالية للانخراط في سوق العمل، مشيرا سموه إلى اهتمام مدينة الشباب بإعداد وتأهيل القيادات الشابة منذ الصغر، وعملت في السنوات الماضية بصورة متكاملة مع شريكها الاستراتيجي تمكين. وأشار سموه إلى أهمية تنمية القدرات القيادية لدى الشباب وتوجيههم نحو الطريق الأمثل لصقل مهاراتهم واستغلال طاقاتهم ومواهبهم، مضيفا سموه إلى دور الشباب الأساسي في تحريك مختلف قطاعات العمل، مؤكدا على الدور الذي تلعبه مدينة الشباب 2030 في تعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع وتشجيعهم على إعداد أنفسهم لسوق العمل والانخراط في بيئة المؤسسات الحكومية والخاصة. بحماس الشباب ورغبتهم في التعلم والتميز والعطاء، انطلقت مدينة الشباب 2030 بحزمة من البرامج المتنوعة والمتميزة في نسختها السابعة، والتي تنظمها وزارة شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي تمكين. تم افتتاح المدينة في نسختها السابعة، والحمد لله طبعا عدد البرامج في تزايد، عدد المشاركين والمقبلين على البرامج في المدينة متزايد، وهذه طبعا يعني احنا نفتخر، وهذه بسبب نجاح البرامج النسخ السابقة في المدينة. في العديد من البرامج اللي احنا اضفناها هذه العام برامج جديدة، وفي العديد من البرامج اللي طورناها في السنوات السابقة. كذلك هذا العام عندنا بعض الزائرين من دول الخليج للاطلاع على تجربتنا، يعني اصبحت المدينه نموذج يحتذى به. تمثل هذه الشراكه يعني او تبلور نجاح هذا المشروع صراحه. ابتدت في 2010 الى اليوم، ابتدت بفكره بسيطه جدا طبعا، برامج عدد البرامج كانت قليله جدا، بس يعني اهميه المشروع تكمن في وضع البحريني او الشاب البحريني ورفده بالمهارات والخبرات اللي يحتاجها على أساس يكون الخيار الأمثل لسوق العمل. طبعا هذا هدف استراتيجي في تمكين. الارتقاء بالبرامج المطروحة في المدينة يجذب الشباب للمشاركة فيها، خصوصا وأنها تقدم 81 برنامجا متقدما لمختلف الفئات العمرية لتدريب الشباب البحريني بصورة علمية حديثة تتفق مع المتغيرات الحاصلة في سوق العمل والنقلة النوعية التي يشهدها هذا السوق في ظل المتغيرات الاقتصادية الحاصلة في العالم، والتي تتطلب تدريب الشباب وتهيئتهم لمواكبة تلك التغييرات ومسايرتها. نقدم برامج حق مختلف الأعمار، عندنا الفترة الصباحية الأطفال نقدم لهم برامج من خلال برنامجين، برنامج في إعداد القادة، برنامجين Future Leader وLeap to Change. هذه البرامج تساهم في تطوير شخصيتهم وأكسابهم مهارات تساعدهم على التوازن الاجتماعي. السبب اهتمام في المشاركة في مدينة الشباب هو تحفيز الشباب البحرينيين، كونها كمدينة شباب عمرها 7 سنوات فيها عديد من البرامج، يعني الشباب البحريني يلقى مكانه هنا. السبب اللي خلينا كل سنة نكون موجودين في المدينة هو مشروع المدينة بحد ذاته. مشروع المدينة يجمع شباب مختلفين في مهاراتهم، مختلفين في أفكارهم، في مكان واحد يعطيهم الفرصة أنهم يتبادلون الخبرات، يتبادلون المهارات. دخلت مركز إعداد القادة وعندي نقاط ضعف،
وأتمنى أن أطور نقاط ضعفي وأكون قدوة لكل شاب بحريني. هاي أول تجربة لي في مدينة الشباب شاركت فيها بالسمعة الطيبة اللي شجعتني أني أدش وأسجل عشان أغير مهاراتي وأغير شخصيتي للأفضل عشان أكون خير سفيرة لديني والوطني البحرين. الهدف هذا أن يكون تبادل خبرات من بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومن بين مملكة البحرين الشقيقة. طبعا هو من دواعي سرورنا أن يتم إرسالي لهاي المدينة ونشوف مجهود المملكة ومجهود الوزارة في الارتقاء بمستوى الشباب وتحقيق رؤية 2030. مراكز المدينة الأربعة تطرح حزمة من البرامج المتميزة على مستوى أعداد القادة والعلوم والتكنولوجيا والفنون والمركز الإعلامي، يقدمها عدد من المدربين تم تهيئتهم للتعامل مع مختلف الفئات العمرية بالمدينة. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.